بلشت هواية تصوير في سنة 2012 أيام الثانوية، حصلت على أول كاميرا شرى ليها الوالد ما قصر، وبلشت هواية تصوير في سنة 2012، وكانت مجرد يعني مع الترند والهبة، ما كان عندي طموح أن أوصل مرحلة كبيرة وأتطور وأصير محترف في التصوير. وكملت على هواية التصوير من سنة 2012، شيتها رسمة الثانوية وليحين عندي الهواية وحبها، وحبيت أن أحترف وأتطور أكثر بالموضوع، فكملت وشريت كاميرا ثانية في 2014، وكملت بالتصوير لين سنة 2019، وغيرت من تصوير الكاميرا لتصوير الآيفون، بما أن الآيفونات آخر فترة صراحة جهاز متكامل جاهز، ممكن تصور فيه بسيط، تشيله معاك كل مكان، خفيف بالوزن، ممكن الواحد يطلع فيه بصور قوية بدون ما تحتاج تشيل كاميرا وعدسات ولوية ومبلغه. بالأخير أنت قاعد تستخدم الآيفون بكل حالات، قاعد تستخدم تلفونك بكل حالات، فممكن تحترف فيه وتصور صور حلوة. وأيضا احترفت، حاولت احترف بالدرون وتصوير الطائرات اللاسلكية في سنة 2017، خذيت أول درون وحاولت أصور فيها كثير ما أقدر، بعدين طورت، شفت الموضوع والله في مجال كبير ممكن أتطور فيه، ممكن أبدع فيه، فهم شريت الدرون ثانية في 2019، ولليوم الحمد لله قاعد أستمر بالتلفون وأيضا بالدرون. طبعا الحين ب 2022 الكل عنده الايفون، الكل عنده كاميرا، ما هو شيء يعني جديد، منتشر بالذات بالكويت عندنا ما شاء الله الكل مصور صار، فصعب الواحد يبدع ويتميز فيه. فحاولت صراحة أخذ يعني طريق ثاني شوي، أحاول أبدع بأفكار حلوة، بأفكار مختلفة عن المعتاد، حاولت أغذي بصري، أشوف أونلاين شو في أفكار، شو في حركات ممكن أطبقها وأسويها بالبيت، أو حتى لما أطلع مثلاً بالكويت، بما أن ما عندنا مناظر وايد ولا طبيعة يعني خضراء ولا أنهار ولا شلالات، فحاولت أن أبدع بأفكار موجودة أقدر أسويها، أقدر أطبقها، أبنيها من الصفر. فهذه من الأشياء اللي حاولت أتميز فيها، والحمد لله الحمد لله توفقت وايد بهذا الموضوع. طبعا في 2021 شهر 9 طاف كان اطلاق الايفون الجديد، ايفون 13 برو ماكس، فكان الحمد لله توفقت واختاروني ابل من ضمن القلائل والاوائل بالعالم ان يوصل الايفون من اوائل الناس، واجربه واحاول ابدع فيه واطلع بصور متميزه فيه، والحمد لله تمكنت من هذا الموضوع. الحمد لله في 2020 تقريبا تم اختيار صورتي من قبل ناشونال جيوغرافيك، طبعا هي منصه معروفه واغلب المصورين يطمحون ان يحطون صورهم ينشرونها من قبل ناشونال جيوغرافيك، فالحمد لله توفقت ونشروا لي صوره الفلامينغو بالكويت عندنا بالمنطقه الحره. مثل ما ان وايد ناس ممكن تدري، يمكن في وايد ناس ما تدري عن الموضوع، بس عندنا هجره الطيور بالكويت تصير بالذات الفلامينغو، ففرصه حلوه ان لما يمرون الواحد يصورهم بالدرون ويطلع بلقطات مختلفه، وبما ان طير يعني ما تلقاه بشكل مستمر ودايم، ففرصه اذا كان مهاجر ولا شيء الواحد يروح يطير الدرون. طبعا هذه الصوره تعبت عليها وايد، حاولت اتبع الطير اشوف متى اقدر اصوره، لان انا وايد حساس صراحه من الدرون والطيارات اللاسلكيه، فكل ما الواحد يقرب منه يحاول يبتعد ويخاف منه، بس الحمد لله حاولت ان اقعد له تقريبا كل كم يوم احاول اروح له، لما طلعت بصور حلوه حق الفلامينغو، والحمد لله تم نشر صورتي في ناشونال جيوغرافيك. عندي واحده من الصور لها قصه وايد حلوه، اللي هي صورة النجوم، مصور داخل خيمة بالنجوم طالعة والمجرة كلها طالعة في بر الكويت. طبعا هذه الصورة شوي صعب الواحد يلتقطها بالتلفون، لأن للحين ما وصلت الإمكانيات اللي ممكن تصور فيها هذه الدرجة، بس مع التطور الأخير حق الآيفون وصلنا لمرحلة نقدر نصور فيها النجوم عن طريق الآيفون نفسه، بس فيها تتبع شوي حق حركة النجوم وحركة المجرة اللي قاعد تصير، فلازم بداية مثلا كل شهر عربي الواحد يتبع يشوف متى أفضل وقت تصوير النجوم، أماكن بعيدة عن مثلا المدينة، عن الليتات، لأن الليتات مات المدينة مثلا نفسها مات تزعج الصورة وتطلع مثل الإضاءات مو حلوة بالصورة، فالواحد لازم يبتعد كثير ما يقدر. فهذه الصورة اللي التقطتها من مجموعة من الصور كان في بر الكويت تقريبا بالسالمي، يعني ساعة وشيء من هني تقريبا، صورناها عن طريق الايفون ونطرنا ليمن يصير الوقت المناسب لتصويرها. لكل شخص عنده موهبة، شاب صغير بالعمر لازم عنده ناس تدعمه ماديا معنويا عشان ممكن يتطور ويطلع بالموهبة بشكل احترافي. فمثلا أوجه تحية حق أمي وأبوي ما قصروا، من وانا صغير كانوا يدعموني ويشتروا لي الكاميرا والشغل كله، واحاول كثر ما اقدر ابدع بالموضوع، بما ان في ناس قاعده تدعمك وتشجعك ممكن توصلك لمكان بعيد، فما ودك يعني بعد كل الدعم هذا كله ما تسوي لهم شيء، ما تبدع بالمجال اللي قاعد تسويه، فهذا مثل البوش او الدفع المعنوي هذا اللي ممكن الواحد يحصله من اهله، ممكن يوصله لمكان بعيد ويبدع بالمجال اللي هو مختص فيه. طبعا كل شخص مهما كان محترف او متمرس مجاله دائما يتعلم، دائما يحاول يبحث عن المعلومه، يتعلم شغلات جديده يمكن ما يعرف عنها،
مو شرط من شخص محترف، ممكن من شخص تو مبلش بالهواية نفسها. فدائما احاول انا صراحه اتعلم، اشوف فيديوهات باليوتيوب، احاول اخذ مثلا دوره مني من هناك، اتعلم طرق التعديل جديده، تكنيكات، طرق معينه ممكن ما اعرفها، ممكن ما مرت علي من قبل. فدائما الواحد حلو انه يطور من مجاله، يطور من هوايته، يحاول يدش ويطور من نفسه بالمجال اللي قاعد يتخصص فيه. ممكن يوصل لمرحله جديده ما كان واصلها من قبل، ممكن تعلق على نفس المرحله لفترة طويلة بدون ما تطور من نفسك، وحرام يعني تضيع عليك الوقت وانت للحين ما طورت من هوايتك. فحلو الواحد دائما يتعلم ويدور معلومة. انصح كل شاب صغير بالعمر يدور عن هواية، يبدع فيها، يحاول يتمرس فيها، ممكن بعدين تفتح لك باب رزق، الله يبارك لك فيه وتتوفق، بدل ما تضيع وقتك الحين وقت فراغك، بما انه صغير وايد ناس تضيع وقت فراغها ممكن بالجيمز، فيديو جيمز والحركات هذه. فحلو الواحد لو يدور له مثلا هوايه معينه يبدع فيها، سواء تصوير، طبخ، ايا كان، حاول تدور لك هوايه من انت صغير على اساس تبدع فيها، وبالليل المستقبل راح تبني لك قاعده وشيء ممكن يصير باب رزقك هذا. طبعا من المصاعب اللي تواجه اي شخص تو مبلش هوايه وصغير بالعمر يكون في حماس وطاقه وده يعني تصير الهوايه هذه وقتها كامل، بالذات ان مثلا ممكن تداوم المدرسه بالمتوسط الثانويه ايا كان، ممكن في هذا العمر ما تقدر توازن ما بين الدراسه والهوايه والوناسه. فطبيعي شوي ممكن اهلك راح يشدون عليك بهذا الوقت، يقولك ركز على دراستك وخلي هوايتك الحين بعدين لاحق عليها. طبعا من المصاعب اللي تواجه اي شخص تو مبلش بهوايه، بالذات اذا كان يدرس بالثانوي المتوسط ايا كان، يحاول يوازن ما بين الدراسه والهوايه. وطبعا انت ودك الهوايه تكون وقتك كله بس ما تقدر، راح يجيلك ضغط غالبا من الاهل انه يقول لك خلي هوايتك شوي وركز على دراستك. فحلو الواحد يوازن ما بين الدراسه والهوايه. فهذه نصيحه لكل شخص يواجه مصاعب، لا تخلي شيء يوقفك، حاول تستمر باللي تسويه وراح توصل باذن الله للمرحله، يعني حتى اهلك راح يثنون عليك وراح يشكرونك انك استمريت بهذه الهوايه وطورت فيها. وهذه نصيحه لكل ام وابو عندهم ولد او بنت عندهم هوايه وصغار بالعمر، حاولوا تدعمونهم، لا تحبطونهم، استثمروا فيهم، ما تدري بعدين ممكن يطلع بشيء وايد حلو ويشرف وتفتخرون فيه. فحاولوا لا تحبطونه، دعمه معنويا، دعمه ماديا باللي تقدر عليه، وحاول توصله للمرحله اللي هو يبيها وراضي عنها. طبعا في انواع كثيره من التصوير حاليا، في تصوير مثلا المدن، تصوير الطبيعه، تصوير بورتريت الاشخاص، وايا كان في وايد مجالات بالتصوير، بس شخصيا افضل تصوير الافكار والحركات الغريبه شوي اللي تجذب، اللي ما يشوف الواحد الصوره يقول شلون صورها، شلون خلف الكواليس، شلون وصل لهذه النتيجه. مجرد ايفون بالاخير، وايد ناس تستنقص من الايفون، بس الايفون جدا قوي اذا استغليته بشكل صحيح ومضبوط، يعني تطلع بصور جدا قويه. فحاول دائما اتميز واطلع بافكار مختلفه، ممكن ابحث اونلاين، ممكن ادور اشياء موجوده عندنا بالبيت، مكتبه، ايا كان. حلو الواحد انه يبطل مخه ويطالع العالم اللي حوالينا، ممكن اي شيء عنده يستغله بالتصوير ويطلع بافكار حلوه من شغلات بسيطه وما تكلف ابد. طبعا وايد من الافكار اللي اسويها واحاول اطبقها، ممكن اكثر من شخص يقول مثلا ليش سويت كذي، ممكن تسويها ببرنامج معين، ممكن تسويها مثلا فوتوشوب، ممكن تركب هالشيء، ليش تتعب نفسك وتسوي هالشيء؟ بس لما تسوي هالشيء الفكره او الطريقه هذه تبني صوره من الصفر جدا جميله، وايد استمتع انا اصور ولا ابني صوره من الصفر، شلون اركب الاشياء، شلون الزق الاشياء، شلون ابنيها من الصفر ليطلع بصوره وايد حلوه من شغلات بسيطه جدا. طبعا التعديل ما التعديل ممكن تسويها بالتعديل، بس انا شخصيا وايد استمتع ان ابني الصوره من الصفر، واحاول التعديل يكون جزء بسيط بس من الصوره، واغلب الصوره 90% خلينا نقول هي الصوره الاساس نفسها اللي انا بنيتها من الصفر. The world is not in your books and maps. It's out there.
معاكم الطالبة حوراء هاني عبد الرضا ميرزة، إحدى الطلبة في مركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع من فصول الموهبة في ثانوية الروضة، حاصلة على العديد من المسميات والعضويات في عدة أفرقة ومسابقات، منها كانت حصولي على شهادة أصغر مدرب معتمد في دولة الكويت مع المعهد الدولي الكويتي للتدريب الأهلي. قدمت العديد من الورش والدورات في عدة جهات في مجال التصميم وأيضا في مجال استكشاف الفضاء، حاصلة على العديد من الإنجازات ومشاركة بالعديد من المؤتمرات داخل وخارج دولة الكويت، أبرزها كان مشاركتي في مؤتمرات الفضاء وحصولي على شهادة سفراء YCC في مؤتمرات الشباب اللي أقام حضوريا في دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الملتقى العلمي الآسيوي السادس Expo Science، وأيضا حصولي على شهادة سفير FASES بمنظمة استكشاف الفضاء مع أبرز وكالات الفضاء العالمية، منها كانت وكالة الفضاء العالمية ناسا، وكالة الفضاء اليابانية الروسية والتركية وغيرها من وكالات الفضاء أيضا، وحصل على العديد من الإنجازات في مجال الابتكار والاختراع، مؤخرا حصولي على المركز الأول والميدالية الذهبية في أولمبياد الوطن العربي للذكاء الاصطناعي عن مشروع مستعمرة على سطح القمر، وأيضا رئيس لنادي الخطابة والتواصل والقيادة إيزي جابل توست ماسترز، حاصلة على العديد من الجوائز في مجال الابتكار منها كان ابتكاري العرب الذكية وحصولي على المركز الثالث على مستوى دولة الكويت في مجال الأنظمة المدمجة في مسابقة الكويت للعلوم والهندسة السابعة، وشاركنا مؤخرا في تصفيات غرب آسيا المؤهلة لنهائيات بطولة العالم في جامعة ميرلاند في الولايات المتحدة الأمريكية في صنع وإقامة الروبوتات والغواصات الآلية الإقليمية، والحمد لله قدرنا أن احنا نحقق المركز الأول وجائزة أفضل رواد للغواصة هذه، وطبعاً فريقنا كان اللي هو فريق بلوتك التابع للهيئة العامة للشباب، شاركنا في العديد من هذه المسابقات ومنها كان دوري الإبداع الشبابي اللي حصلت فيه على لقب بطل دوري الإبداع الشبابي لثلاث مواسم على التوالي في مجالين الروبوتات والبرمجة، وحصولي على المركز الأول والثالث في المستوى المتقدم، وأيضاً لعدة مشاركات في المجال الرياضي منها لعبة البولينج وكرة القدم والكاراتيه، حصلت على عدة ميداليات ذهبية وعدة مراكز. طبعاً يمكن أنا بداية مشواري في هذا المجال ومجال الابتكار والاختراع وإنجازاتي هذه كلها من وانا كنت بالحضانة من وانا صغيرة بالبيت، اول شخص اكتشف فيني هالموهبة هذه وقاعد يدعمني يعني دعم مادي معنوي بكل الجهات يوديني ويجيبني هي والدتي امي، واكيد الاهل يعني لهم دور كبير في دعمي سواء كان تشجيع او تحفيز، اخواني خالتي المدرسات حواليني بالمدرسة، فاتوقع يمكن اول شخص واكثر شخص يعني مراعي هذا الجانب اللي هي والدتي. مشاركتي الأولى اللي حصلت فيها على المركز الأول على مستوى دولة الكويت لما كنت بالروضة وشاركت في برنامج أطفالنا يتنافسون، كان يتحدث عن العلوم والتفكير الإبداعي ومن هذا الجانب المسابقات. أما بداية كمشاريع يعني في مجال العلوم الرياضيات والتكنولوجيا كان بالمرحلة الابتدائية مع قسم العلوم، أكيد أن أنا كنت أشارك في هذه المسابقات اللي تنمي عندنا اللي هي مهارة حل المشكلات لإيجاد فكرة وتصميم مناسب أو حتى اختراع أو ابتكار يقدر إنه يحل لنا هذه المشكلة بشكل عام. طبعاً أكيد كل هذه الإنجازات اللي أنا حققتها الحين أنا أشوفها بالنسبة لي مجرد بداية، القادم راح يكون أقوى وأفضل بإذن الله، خصوصاً إن أنا متميزة بأكثر مجال من هالعلوم والتكنولوجيا الابتكار والاختراع الروبوتات والبرمجة في المجال الرياضي في مجال الأدبي الخط العربي والرسم، فناوية أن أنا أطور نفسي أكثر، وعقب ما أتخرج من الثانوي إن شاء الله ودي أن أنا أدرس تخصص طب الطيران والفضاء، بالبداية جراحة بعدين أتخصص بهذا التخصص، فأتوقع يمكن هذا أكثر شيء أنا الحين قاعدة أحاول أن أنا أتعب عليه عشان أوصل له وننشئ أول مركز متخصص في طب الطيران والفضاء بالكويت، وإن شاء الله يعني يكون عندنا هالشيء ليش لا. ورسالة أنا دائما أقولها حق كل الشباب اللي بعمري اللي أكبر مني أصغر مني، إن دائما إذا كان عندكم طموح وهدف أو حتى رسالة ودكم إن أنتوا توصلونها
تذكروا وإن العمر بس مجرد رقم وتعداد حق أيامنا. إذا الواحد صدق كان عنده عزيمة وإرادة إنه يحقق الشيء راح يسويه مهما كانت الصعوبات اللي تواجهه، سواء مثلاً وايد ناس مثلاً يمكن يذكرون إن ما راح نتطور أو مستوانا ما راح يتعدل في الأيام الجاية، ولكن هالشيء غلط. طول ما أن إحنا بنفكر بهذه الطريقة راح نتم نفس ما إحنا. أما إذا كلنا يعني كل واحد كان متميز بمجاله، سواء أنا بالعلوم والتكنولوجيا، غيري بالمجال الرياضي، المجال الفني، فكلنا راح نسوي مجتمع ناجح، راح نقدر نحنا نرفع اسم ديرتنا في كافة المحافل الدولية. وأي أحد مثلا ناطر الفرصة أو الدعم ومتحبط لا تنطر، بالتالي إذا أنت نطرت أحد يجيب لك الفرصة اللي عندك ما راح تجي. اتعب على نفسك، اشتغل كثر ما تقدر وراح نوصل بإذن الله. وإحنا قادرين، يعني دائما طاقات الشباب الكويتي يعني تفوق اللي يتصورون الناس برا، فإن شاء الله نحن نقدر نحقق هذه الإنجازات كلها عشان اسم ديرتنا. أنا لعبت بفنون مختلفة وايد، مثل الكيك بوكسينج، مثل الماي تاي، مثل الجوجيتسو، مثل الرسلينج اللي هي المصارعة، وشاركت وايد من هذه الألعاب بحول العالم. طبعاً أنا بلشت أتدرب بالفنون القتالية يوم كان عمري 18 بالكويت. كان في نادي يوفر لعبتين اللي هما الجوجيتسو كانوا وتايكواندو الأمريكية اللي هي كانت تايكواندو معاها بوكسات. كنت أتمرن هاللعبتين، وهذا كان أقرب شيء موجود حق الفنون القتالية المختلطة. بعدين رحت أمريكا أكمل دراسة، وبأمريكا دشيت النوادي اللي عندهم، وكان عندهم نوادي مختصة بالأمامي اللي هي اللعبة تكون مختلطة، وهذه النوادي عموماً كانوا يدربون مثلاً كيك بوكسينج وجوجيتسو ومصارعة، أو موي تاي وجوجيتسو ومصارعة، وساعات فيه جودو بعد بالنادي نفسه يكون هذه الألعاب كلها متوفرة. فأنا قعدت أتمرن 6 سنين بنوادي مختلفة، وتمرنت وتدربت مع لاعبين UFC وبلاتور وغيرها من المنظمات المشهورة بأمريكا، ولعبت في بطولات المتواجدة بأمريكا، ولعبت أول بطولة فنون قتالية مختلطة كهاوي بأمريكا. وبعدين بعد 6 سنين رجعت الكويت وأخذت حزامي بنفسجي قبل لا أرجع من أمريكا، وكملت مسيرتي هني بالكويت. طبعاً بالكويت شوي كان صعب ان نلقى نوادي
ميكس مارشال ارتس او الام ام اي اللي هي تكون كامله ومتكامله، فكنا نضطر ان نروح نشترك باكثر من نادي. يعني كنا نشترك بنادي حق الحديد، ونشترك مثلا نادي بوكسينج او كيك بوكسينج، وبعدين نشترك نادي جوجيتسو علشان نقدر احنا نشكل هذه الدائره اللي هي الفنون القتاليه المختلطه. وليه الحين ليه اليوم نواجه صعوبات بهالموضوع؟ لان ما في نوادي وايد مختصه بالفنون القتاليه المختلطه. في نوادي فيها كيك بوكسينج مثلا وتايكواندو مثل النادي اللي دخلت انا يوم كان عمري 18، لكن نادي كامل بالفنون القتاليه المختلطه حاليا تقريبا انغرضوا. في فتره من الزمن قبل كم سنه كانوا متوفرين، كانوا قاعدين يطلعون، كانت هبه شوي، لكن انعدمت هذه الهبه وانعدمت حتى البطولات الفنون القتاليه المختلطه بالكويت، فشوي شوي صار في تراجع بهذه الانديه. لكن الحمد لله اللعبه الثانيه اللي انا اختصاصي، اللي انا اكثر لعبه العبها، البيس مالي يسمونه كلاعب فنون قتاليه مختلطه، يكون عندك بيس. البيس مالك يكون اما كيك بوكسينج اذا انت لاعب كيك بوكسينج، هي او لعبه الكيك بوكسينج هي اقوى شيء عندك، او ملاكمه اذا كانت لعبه الملاكمه اقوى شيء عندك، او مثلا خلينا نقول كاراتيه اذا كانت الكاراتيه. انا اكثر لعبه كنت العبها وكنت امارسها هي الجوجيتسو، والحمد لله بالكويت اليوم الجوجيتسو قاعد تتطور بشكل مو طبيعي ما شاء الله، وقاعد يصير في انديه محترفه وايد بالكويت، وخاص والحين قبل كم يوم، قبل كم اسبوع وصلوا مدربين من برا الكويت برازيليين ابطال بلعبتهم. يعني هالمدربين تتعنى لهم، لو ما كانوا بالكويت راح تطق لك تذكره عشان توصل لهم، او راح تسافر عشان توصل لهم، او باي طريقه راح توصل لهم وبمبلغ وايد كبير. فالحمد لله الكويت الحين فيها هذه الشغله، فالحين بعد غير التطور راح نتطور اكثر واكثر بعد بالجوجيتسو. اول بطوله لعبتها لي اللي هي تعتبر سوبر فايت، بطولة اسمها سبميشن اندر جراوند، هذه بطوله ما تقدر تدخلها الا بدعوه، كانت في ولايه بورتلاند اوريغون، في ولايه اوريغون في منطقه بورتلاند. اللاعبين واللي يشتركون بهذه البطوله ابحث عن اسمائهم وراح تشوف انهم ابطال العالم بلعبتنا الجوجيتسو، وابطال اليو اف سي، وابطال اي لعبه فيها الجرابلينج اللي هو المعافر، الانواع المعافر اللي هم الرسلينج، الجوجيتسو، الجودو اللي تكون بدون البدله، وهم اللي بالبدله. وطبعا انا لعبتي الاولى كانت بالبدله، وانا اول كويتي واعتقد اول خليجي، واعتقد للحين يعني ما بيوصل لاول عربي، بس خلينا نقول لاول خليجي يدخل هذه البطوله. فهذا انجاز كان وايد حلو حقي واحبه، وكان بالحزام البنفسجي. انجاز ثاني مميز لي ان انا، واعوذ بالله من كلمه انا، بس انا اول واحد رحت من الكويت، رحت البرازيل، لعبت بطولة فنون قتالية مختلطة بالبرازيل، وهم نفس الشيء أتوقع حتى أول خليجي، ما أبي أقول أول عربي، بس أتوقع أول خليجي وأول كويتي، أكيد أول كويتي. رحت البرازيل ولعبت بطولة فنون قتالية المختلطة، وكانت البطولة على احتراف وليس هواة، فهذه هذا الإنجاز وايد هم قريب لي وأحبه، لأنه كان فيه مصاعب وايد، وقته كان مو وقت سهل، كان أثناء جائحة كورونا، فكان الوضع كلش. يعني أنا سافرت وأنا بالطيارة الأهل قاعد يقولون لي ترى سكروا المطارات، ترى دير بالك، ترى منتشر، ترى كذي. فأنت طول الوقت رايح بالطيارة، بتوصل المنطقة اللي بتلعب فيها وأنت محاتي لا يحوشني المرض، لا أتعب، لا أمرض، دائما ببالك هذا الشيء، زائد التمرين مالك اللي هناك، إن أنت منطقة جديدة، أنت رايح البرازيل، وكلنا نعرف شنو اللي المعروف عن البرازيل، انه مكان خطر و و و واللاعب اللي لعبت وياه كان لاعب بطل موي تاي في منطقته بالبرازيل، فاحب هالانجاز وايد. وبعدين عندي انجازات بعد، يعني انا رصيدي 3-0 بالفنون القتاليه المختلطه بالاحتراف، فهم الفايتين حلوين كانوا الثانيين، لعبتهم في مصر. الفايت الثاني الحمد لله كان اموره ميسره وكان سهل علي، الفايت الثالث كان فيه مصاعب وايد، كان تف، اضطريت ادش بوضعيات انا مو متعود عليها، والحمد لله طلعت ورفعت الايد ورفعت العلم، حصلت على الميداليه الذهبيه، لكن ما قدرت اوقف على المنصه لان ولا قدرت استلم الميداليه مالتي، لان كان في بالمركز الثالث اسرائيلي اخذ المركز الثالث، وانا ما حبيت اني اوقف واستلم الميداليه
واقف معاهم بالمنصه، فصورتي بالمنصه وانا مو موجود فيها، هذا السبب. دائما يسالوني عن الدعم، من يدعمك، شنو تدعمني؟ انا ما يدعمني احد، شخص فرد ولا شركه، انا تدعمني الدوله، اللجنه الاولمبيه والشباب والرياضه يعطوني تفرغات اللي تسمح لي اروح اشارك برا. لكن ساعات هذه التفرغات يصير فيها صعوبه على ما تطلع، وساعات هم ما يعطوني المده اللي انا احتاجها حق التجهيز وحق السفره. يعني كمثال، انا الحين رجعت من البطوله اللي فزت فيها، حق البطوله اعطوني اسبوعين تفرغ. الحين ابي اروح واحده ثانيه عشان ارفع علم الكويت باكثر من غاره، واقدر ارفع اكثر من دوله. الحمد لله انا وريتهم اني اقدر اسوي هذا الشيء، والسي في مالي وانجازاتي تبين اني انا اقدر اسوي الشيء. قالوا لي اخر كلام انه راح نعطيك يومين قبل ويومين بعد البطوله، وانا كنت ناوي اروح بطولتين بدولتين، فمستحيل اروح يومين العب لعبه وارجع الكويت، وبعدين عقبها باسبوع اروح يومين العب لعبه وارجع الكويت. احتاج اجهز، احتاج اروح المكان، احتاج اصلا يوم قبل الفايت لازم انا اكون هناك حق الوزن. اذا انت عندك هدف او تطمح توصل حق مكان، سواء كان برياضه او برا الرياضه، وهذا المكان انت تبي توصل له عشان حب الناس مثلا، ولا علشان الفلوس، ولا علشان الشهره، ولا اي شيء غير انك تحب هالشغله، لا تسويه، لانه وايد صعب راح توصل، وايد صعب، راح يكون في مصاعب وايد. يعني انا يوم لعبت الجوجيتسو ما حد كان متقبلها، ما حد كان متقبل، انت شنو قاعد تهاوش؟ يقولون لي انت ايش عندك قاعد تهاوش؟ ما يصير، ايش قاعد تسوي؟ في ناس حتى يعني قالوا لي اشياء وايد ان تمنعني اني ادش هاللعبه. لا كان عندي سبورت من الاهل، ولا كان عندي سبورت من الربع، ولا كان عندي سبورت من احد غير الناس اللي تعرفت عليهم بالنادي لما دشيت النادي. وكانت وقتها مو معروفه، قبل هذا اكلمكم على 2010 2011. وبعدين انا غير كذي مو بس جوجيتسو، دشيت ام ام اي، فتخيل شنو الكلام اللي كان يوصل، ان لا تلعب ام ام اي، انت راعي مو من راعي مشاكل، انت درست مهندس، كمل صير مهندس. يعني نصيحتي هي اذا عندك الشغف، عندك شيء، روح له لانك تحبه، لان في وايد اشياء صعبه راح تصير لك. يعني يمكن ما تشوف الفلوس لسنين، يعني اذا انت تبيها حق الفلوس، ولا راح تشوف اصلا نتيجه ليه بعد سنين، لان انت لازم تطور 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 من نفسك، توصل مرحله بعيده باللعبه او بالشغله اللي انت قاعد تسويها، يلا راح تشوف الاهتمام، يلا راح تشوف يمكن تبدي تطلع الماده، تبدي تشوف الشهرة مثلا، اذا هذه الاشياء اللي انت تبيها. لكن اذا هذا هدفك، وخر عن هالطريق.